نتمسك بثقافة الشتري المصري سواء في أوقات الأزمات أو في أوقات المقاطعة أو في الأوقات العادية. المنتجات الوطنية في كل دول العالم المواطنين بتفضل منتجاتها الوطنية عن غيرها، يعني احنا بنشوف يعني الدول بعض الدول الكبرى بتقوم بالمستثمرين فيها بفتح متاجر، يعني لما بشوف في الهند بيفتحوا متاجر للهنود في الدول اللي بيشتغلوا فيها في الخارج علشان الهنود يشتروا من متاجر هنديه. احنا اولى بمنتج بلدنا، وده شيء مهم جدا في كل الاوقات، واتمنى ان الدعوات الخاصه بالشراء المصري في هذه المرحله ما تكونش دعوات مؤقته وتكون دعوات مستمره. اما بخصوص ما يحدث، انا متصور ان الامر يجب ان ياخذ نصابه، يجب ان ياخذ ان يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني للتعريف بالمنتجات المصريه، وللتعريف ايضا بالمنتجات اللي هي في حقيقتها مصريه، وربما ما يكونش علاقتها مع المنتج الأجنبي الا باسم او لمجرد شراء علامه. فالمنتج قد نكون امام منتج مصري بنسبه 100%، الا انه من اجل ان يحافظ ثقافه معينه متعلقه برغبه البعض في شراء منتج اجنبي قام بشراء علامه معينه من الخارج، فالعلامه هي الاجنبيه بينما المنتج منتج مصري. بالتالي فان انا مش حابب ان احنا نسير في مسار مقاطعه سلع معينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. اتمنى ان منظمات المجتمع المدني يكون لها دور معين في تعريف المواطن بالمنتج المصري بنسبة 100% بنسبة 90% حتى تكون المسألة أكثر انضباطا وتحقق المطلوب. لأن وعايز أكد أيضا على شيء مهم جدا، احنا يهمنا استثمار جذب الاستثمار الأجنبي، يعني أنا مش حابب يكون هناك حالة عدائية لكل استثمار أجنبي. الاستثمار الأجنبي إذا كان موجود في مصر وبيفتح بيوت مصرية وبيكون له دور، بيكون له دور مهم اذا قام بدوره، اذا كان الاستثمار بيقدم تكنولوجيا، بيقدم فن انتاجي، بيكون له اضافه في العمليه الانتاجيه. بالتالي فان من المهم كقاعده ان نركز على الشراء المصري حتى وان كان هذا المصري باستثمارات مشتركه ما بين مصر وما بين مستثمرين قادمين من الخارج. اذا يكون اقبال المواطن المصري يا دكتور من خلال جهات ومؤسسات مجتمع مدني حتى يوضع في السياق الصحيح. إذن يكون إقبال المواطن المصري على المنتج المصري هو بناء على تجربته، بناء على أن هو حابب بالفعل يدعم منتج بلده وليس من أي منطلق آخر. ألو؟ كنت بقول لحضرتك ان يكون دعم المنتج المصري في الفتره الحاليه او في المستقبل يكون بناء على جوده المنتج، وان المصريين يكونوا فعلا عايزين يشجعوا الانتاج المصري مش اي منطلق تاني. يعني لو المنتج المصري احنا اعطيناه الثقه، مش هنكون محتاجين شراء علامات تجاريه اجنبيه بندفع لها اموال لمجرد ان توضع العلامه الاجنبيه على منتج مصري. بالعكس، هيكون المستثمرين اللي موجودين حتى لو كانوا اجانب هيكونوا بينتجوا في مصر، لان انا عايز اقول ان اللي يهمني هو الشراء المصري. طب. الذي انتج في مصر سواء كان انتج في مصر باستثمارات وطنيه او استثمارات اجنبيه، فمن يريد ان من الاستثمارات الاجنبيه ان ينتج في مصر اهلا وسهلا به، لان دعوات المقاطعه هي دعوات مقاطعه ليست مقاطعه لما ينتج في مصر، حتى سواء كانت باستثمارات مصريه او باستثمارات اجنبيه. طيب نقدر نقول ايه ابرز المنتجات المصريه اللي بالفعل شهدت انتعاشه كبيره خلال الايام اللي فاتت منذ بدء موضوع المقاطعه؟ ايه اكتر السلع اللي بالفعل انتاجها مصري شهدت زياده في مبيعاتها؟ انا ببقى سعيد جدا لما بنركز في الطعام والشراب، فقط الطعام والشراب. المجموعة دي مش محتاجة تكنولوجيا فائقة، يعني بنتحدث في العصائر، في المشروبات بأنواعها، في الطعام.